المحاضرة بتاع النهاردة إن شاء الله هتبقى بعنوان Fluid Properties. أول حاجة في البداية في علم الفلويد ميكانيكس بينقسم إلى إيه؟ المسمى بينقسم عندنا إلى إيه؟ جزئين، Fluid وميكانيكس. Fluid ما يسمى بإيه؟ المائع، تمام؟ طبعا إحنا صورة المادة عندنا لثلاث صور، سائل وصلب وغازي، تمام؟ اللي هي الليكويد والسوليد والجاز، تمام؟ السوليدز اللي هي بتبقى ايه؟ الاجسام الصلبه. السائله والغازات ما يسمى بايه؟ ما يتسمى بالموائع. طيب السوليدز العامه لما بنيجي نشتغل عليه اللي هو الميكانكس العادي خالص اللي احنا بندرسها اللي هي الاستاتيك او الداينامكس، لكن الليكويدز والجازز بنشتغل عليها في علم الفلويد ميكانكس. طيب الليكويدز ما تسمى بالمائع، طيب الجازز بقى بيبقى ايه؟ في لها علم خاص بيها او بنشتغل عليه مور ادفانسد شويه، ما يسمى بالجاز داينامكس. تمام؟ طيب النص الثاني من المسمى بتاعنا الميكانكس، طبعا احنا عارفين في الاستاتيك والديناميك. تمام؟ يبقى انا علم الميكانيكا الموائع او العلم الخاص بدراسه الموائع، تمام، في نصين، في جزء استاتيكس وجزء داينامكس. استاتيكس من هنا ما يسمى في حاله السكون، تمام، والداينامكس في حاله ايه؟ حركه. يبقى احنا هندرس الفلويد ميكانكس في الجزئين دولت، في عندنا حاله السكون وبيكون المائع عندي في حاله حركه. طبعا هنا في حاله حركه يعني هيكون في عندي فيلوسيتي، هيكون عندي اكسلريشن. في حاله السكون هتبقى الفيلوسيتي بتساوي زيرو، تمام. طيب كده ديت نبذة سريعة عن ما يسمى بعلم الفلويد ميكانيكس أو ميكانيكا الموائع. طيب في شوية بروبرتيز كده هنشتغل عليها سريعا. ما يسمى أول خاصية عندنا هنشتغل عليها اسمها إيه؟ دينستي، أو ما يسمى الكثافة. الرمز بتاعها رو. رو عبارة عن إيه بقى؟ أو الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، اللي هي عبارة عن mass per unit volume. طيب الكثافة هنا عبارة عن إيه؟ الماس per unit volume، وحدة الماس بتاعتنا أو اليونتس بتاعتنا، الماس وحدتها بالكيلو جرام، الفوليوم عبارة عن وحدتها إيه؟ متر مكعب. يبقى الكثافة بتاعي اليونت بتاعتها عبارة عن كيلو جرام على المتر المكعب. خلي بالك كده من السيمبلز اللي احنا هنشتغل عليها طول السنه او الرموز. طبعا الرمز في هنا كده بنرمز له بالرمز الفوليوم، في ناس هتكتبها في، فاحنا برضو ممكن نخلي بالنا احنا ممكن هنعمل الفي بالشكل ده كده، او الفي اللي هي الفوليوم عشان الناس ما تتلخبطش فيه. بعض الناس بتسمي الفي بتقول عليها ايه؟ الفيلوسيتي. فانا هنشتغل بالشكل ده كده، الرمز ده بالشكل هنسميه الفوليوم، وبالشكل ده كده هنسميه عباره عن الفيلوسيتي. طيب يبقى انا عندي الدينستي عباره عن الرو اللي هي الماس بير يونت فوليوم، او اللي هي النسبه ما بين الكتله الى الحجم، اللي هي عباره عن كيلو جرام على المتر المكعب. دي اول خاصيه لازم نكون عارفينها. طيب بعد كده في عندي خاصيه ثانيه اسمها ايه؟ السبيسيفيك فوليوم، تمام، اللي هي الرمز بتاعها بالشكل ده كده عبارة عن نيو، اللي هي ما تسمى بالإيه بقى؟ الحجم النوعي، اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ فوليوم بير يونت ماس. يبقى الفوليوم بير يونت ماس، لو جينا بصينا هنا كده إيه الفرق بين السبيسيفيك فوليوم والدنستي؟ يبقى السبيسيفيك فوليوم هي مقلوب الكثافة. يبقى انا هي عباره عندي هنا كده ايه؟ عباره عن كانها واحد على رو، يبقى اليونت بتاعتها عباره عن ايه؟ متر مكعب على كيلو جرام، تمام؟ يبقى انا السبيسيفيك فوليوم عباره عن ايه؟ الفوليوم بير يونت ماس او مقلوب الكثافه عندي. طيب الخاصيه اللي بعد كده اللي هي عباره عن ايه؟ سبيسيفيك ويت، تمام، السبيسيفيك ويت.
ما نرمز لها بالرمز الجاما، هي عبارة عن إيه بقى؟ الويت بور يونت فوليوم، الويت بير يونت فوليوم. تمام؟ طيب الويت بور يونت فوليوم اللي هو عبارة عن إيه؟ الوزن على الفوليوم. طب الوزن هنا عبارة عن إيه؟ اللي هو الكتلة في عجلة الجاذبية على الفوليوم. تمام؟ طيب وأنا عندي الكتلة على الفوليوم هي عبارة عن إيه؟ مش الرو مضروبة في عجلة الجاذبية، يبقى أنا عندي السبيسيفيك ويت عبارة عن إيه؟ الرو في الجي. تمام؟ عبارة عن الرو في الجي أو الويت على الفوليوم اللي هي بتساوي الويت على الفوليوم. نيجي بقى ناخد اليونتس بتاعتنا اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ لما نيجي نجيب وحدة الكثافة وعجلة الجاذبية، طبعا الكثافة كيلو جرام على المتر المكعب، عجلة الجاذبية المتر على الثانية تربيع، يبقى أنا عندي اليونت بتاعتنا عبارة عن كيلو جرام متر تربيع على الثانية تربيع، أو اللي هي عبارة عن إيه برضه لو أنا هاخد اليونت اللي هي وحدة بالنسبة للويت باليونت فوليوم، اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ نيوتن على المتر مكعب. تمام؟ يبقى أنا عندي السبيسيفيك ويت اللي هي الويت بير يونت فوليوم اللي هي الجاما اللي هي عبارة عن الرو في الجي. تمام؟ في كمان برضو خاصية ثالثة أو خاصية رقم أربعة اللي هي ما تسمى بالسبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي اللي هي بالرمز اس جي اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ is the ratio of fluid density to the density of water at certain temperature at 4 celsius. يعني ايه الكلام ده؟ هي النسبه ما بين كثافه السائل او كثافه الجسم او كثافه المائع الى كثافه الميه عند درجه حراره 4 اللي هي تقريبا اللي هي الكثافه عند 1000. يبقى انا كثافه الجسم على 1000. تمام؟ يبقى السبيسيفيك جرافيتي الرو على رو. طيب اليونت بتاعت السبيسيفيك جرافيتي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن رو على رو، يعني معنى كده ان اليونتس اللي فوق بتروح مع اللي تحت. يبقى الـ specific gravity عبارة عن إيه؟ dimensionless dimensionless number أو dimensionless units. تمام؟ طيب ننقل بقى على حاجة تانية كمان. احنا دلوقتي احنا هناخد كل الخصائص بتاعتنا، كل الحاجات اللي موجودة عندي في الشابتر الأول ده اللي هو بعنوان fluid properties. تمام؟ اللي هو شفت رقم واحد في فلويد ميكانكس، وبعد كده نبتدي نحل مسائل مع بعض على كذا حاجه واحنا شغالين. طيب في عندي برضو الايديال جاز لو. طيب الايديال جاز لو بيقول ايه بقى؟ البي في بتساوي ام ار تي. نخلي بالنا بقى كده كويس قوي في الجزء ده علشان الجزء ده مهم قوي ولازم نكون فاهمينه. البي بيرمز لها بالرمز البريشر. تمام؟ والفي اللي هو الفوليوم. طبعا الايديال جاز لو احب انوه ان انتوا حضراتكم اتعرضتوا له في السنه اللي فاتت في اعدادي هندسه في الكيمياء، بس كان في بعض الزملاء وبعض الطلاب عندهم مشاكل ساعات مثلا بتتلخبط مش عارفه تعوض وايه مشاكل القوانين واليونتس والارقام، وبيقولوا الموضوع ده صعب بالنسبه للايديال جاز لو. فحضرتك ركز معايا في الطريقه اللي احنا هنشرح بيها عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل تماما. طيب هنا احنا زي ما احنا قلنا الايديال جاز لو البي في بتساوي الام ار تي. البي اللي هو البريشر وحدته بالنيوتن على المتر مربع، الفوليوم وحدته بالايه؟ بالمتر مكعب. تمام؟ الام اللي هي
ماس اليونت بتاعتها بالكيلو جرام، تمام. الار هنا اللي هو الجاز كونستانت الثابت العام للغاز وليس الثابت العام للغازات. وهنعرف الار بيجي ازاي. الار هنا الجاز كونستانت اللي هو عبارة عن اليونت بتاعته جول لكل كيلو جرام كلفن. طيب وهنشوف الار ده عبارة عن ايه اصلا. عبارة عن الار بار على المولكولار ويت، تمام. طيب الار بار اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو عبارة عن اليونيفرسال جاز كونستانت، والمولكولار ويت اللي هو الوزن او الوزن الجزيئي، تمام. طيب ناخد اليونتس، احنا بنكتب علشان ما نتلخبطش. المولكولار ويت الوحده بتاعه اللي هو عباره عن كيلو جرام وكل مول، تمام. واليونيفرسال جاس كونستانت اللي هو الار بار اللي هو عباره عن ايه بقى، جول لكل كلفن مول، تمام. لما نيجي نقسم بقى جول على كلفن مول على كيلو جرام لكل مول، هيتفضل المول مع المول، هيتفضل جول على كيلو جرام كلفن، هي الوحده بتاعت الجاز كونستانت، تمام. طيب اليونيفرسال جاس كونستانت قيمته ايه، قد ايه اصلا؟ 8.314، مش 8314، 8.314 من 1000. ده ثابت. والمولكولار ويت خاص بكل غاز على حده، خاص بكل غاز على حده، تمام. وده هنا رقم ثابت قيمته 8.314 على المولكولار ويت اللي انت هتجيبه، تمام. طيب نرجع نكمل، احنا كنا بنقول ايه، ان البي في بتساوي الام ار تي. البي اللي هو البريشر، تمام، والفي الفوليوم، والام الماس، والار الجاز كونستانت اللي هي عباره عن ايه، الثابت العام للغاز اللي هي عباره عن الار بار على المولكولار ويت اللي هو اليونيفرسال جاز كونستانت على المولكولار ويت. التي اللي هي فاضل اخر حاجه عندي هنا تمبريتشر اللي هي ايه، وبنعوض فيها بالكلفن اللي هي بتساوي 273 زائد التي سيليزيوس، تمام. يبقى وحدتها بالكلفن. لو حضرتك التزمت بالتعليمات ديت، مساله او اي حاجه في الايديال جاز لو هتبقى بالنسبه لك الموضوع سهل. يبقى هنا انا لخصت لك الايديال جاز لو عباره عن البي في بتساوي الام ار تي. طيب تعالى كده، لو انا عملت حاجه كده، بص، هقسم على الفوليوم من ناحيتين، يبقى انا البي بتساوي ام على في ار تي. طيب انا قسمت على الفي، الام على الفي ديت اللي هي عباره عن ايه، مش اللي هي الرو، يبقى البي بتساوي رو ار تي، او نقول الرو بتساوي البي على الار سوري. الرو بتساوي البي على الار تي.
يبقى انا كده لخصت لك كل حاجه للجاز كونستانت، تمام يا شباب؟ طيب للاسف لخصت لك كل حاجه للايديال جاز لو. البي في بتساوي الام ار تي، البي البريشر، الفي الفوليوم، الام الماس، الار الجاز كونستانت، التي تمبريشر. والجاز كونستانت عباره عن مقسوم اليونيفرسال جاز كونستانت على المولكولار ويت. طيب اليونيفرسال جاز كونستانت قيمته ايه؟ 8.314 جول لكل كلفن مول، المولكولار ويت كيلو جرام لكل مول لكل غاز على حده. طيب تعالى كده ناخد المولكولار ويت لمجموعه الغازات، المولكولار ويت لمجموعه غازات، تمام؟ التيبل اللي انا هديهولك ده اليونت بتاعه جرام لكل مول، يعني اي رقم هتاخده هتقسمه على 1000. لو قلنا السي او 2 عباره عن ايه؟ 44 جرام لكل مول. لو انا هعوض هنا بقى يبقى انا اقول 44 على 1000. طيب السي او عباره عن 28، الاتش 2 عباره عن 2، طيب الاير عباره عن 28، الN2 عبارة عن 28 برضو، تمام؟ يبقى أنا لما أجي أعوض في القانون هنا المولكولار ويت وهاخد 44، بس خلي بالك 44 على 1000، عشان كده في ناس بتتلخبط لما ال 44 على 1000 بتبقى يقول لك على طول إيه؟ اقسم 8314 على 44، هيقول لك ده اليونيفرسال جاز كونستنت قيمته 8314، كده غلط، هو قيمته 8.314 لكن انت خليته 8000 لان انت ضربت في ال1000 اللي كان في المقام اللي هو بتاع تحويله الجاز الجرام لكل مول لكيلو جرام. طيب عندي مساله، هناخد مساله سريعا كده واحنا شغالين. بيقول ايه؟ كثافه النيتروجين عبارة عن 1.5 كيلو جرام على المتر مكعب، الكلام ده عند درجة حرارة بتساوي 25 سيليزيوس. Find the gauge pressure of gas if atmospheric pressure. Find gauge pressure if of the gas if the atmospheric pressure 97. طيب او find the pressure، ماشي. طيب انا عندي المولكولار ويت بتاع النيتروجين بكام؟ ب 28 جرام لكل مول، يبقى هو هنا عايز الايه؟ البي. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ هجيب الار بتساوي الار بار على المولكولار ويت، الار بار اللي هي عباره عن 8.314 على المولكولار ويت اللي هو 28 على 1000، تمام؟ الكلام ده هيديني كام؟ 296.9 جول لكل كيلو جرام كلفن. طيب وانا عندي من قانون الايديال جاز لو او البي في بتساوي الام ار تي، او ممكن في عندي برضه بنقول البي بتساوي رو ار تي. طيب البي هو عايزه البريشر، الرو مديها لي بواحد ونص، الار 296.9 في التمبريتشر اللي هي ب 25 زائد 273، تمام؟ خلي بالك عشان الناس بتغلط. يبقى البريشر بتاعي اللي هيطلع هنا بكام؟ 132.7 كيلو باسكال، تمام كده يا شباب؟ ننقل على جزئية جديدة أو جزئية ثانية برضو، عندي ما تسمى بالإيه؟ بالفيسكوستي، اللي هي ما تسمى باللغة العربية إيه؟ اللزوجة، تمام؟
الفيسكوستي او اللزوجه اللي هي عباره عن ايه؟ قابليه انسياب السائل او تحرك السائل. لو هنيجي كده نبص قابليه انسياب السائل مثلا وليكن ميه او زيت او جليسرين، هنا اللي هو اللي بينساب اكتر او اسرع من التاني. احنا بنتكلم كلام رفلي يعني، بمعنى ايه؟ ان انا عندي الميه دلوقتي هتنساب بسرعه اكتر من الجليسرين او الزيت، بمعنى كده ان ده سائل متماسك، فديت اللي هي قوه ترابط الجزيئات او تماسك الجزيئات بينها وبين بعض. طيب لو انا عندي شكل بليت بالشكل ده كده، ده سطح الارض، وعندي بليت هيتحرك بقوه مقدارها اف، تمام، سائل موجود في النص هنا كده، ايه اللي هيحصل بقى للليكويد بتاعي او السائل بتاعي؟ هاجي ابص اشوف انا عندي، لو انا عامل مثلث السرعه بتاعي، اول نقطه ملامسه للسطح الارض هنا هتكون مش هتحرك، بعد كده النقطه اللي فوقها على طول اتحركت بمسافه اعلى من هنا بشويه. لو انا البليت بتاعي بيتحرك بسرعه قيمتها يو كابيتال، السرعه بتاعت البليت يو كابيتال، السرعه الملاصقه لسطح الارض هنا بايه؟ بزيرو، لان سطح الارض ثابت. كل ما ببعد عن سطح الارض كل ما بقى ايه؟ السرعه بتاعي بتزيد، بتزيد بتاعي لحد ما توصل لحد كام؟ لحد ما توصل لحد اليو كابيتال اللي هي القيمه النهائيه اللي هي بتاعت سرعه البليت بتاعي. يبقى انا عندي هنا في اليو سمول، وانا عندي السمك ده هنا عباره عن سائل موجود في الجزء ده كده ما بين ارتفاع سطح البليت للارض، المسافه بتاعي هنا بيسمى بالواي. طيب لو انا جيت بصيت على الشير ستريس او القوه اللازمه لتحريك البليت ده اللي هو على السطح السائل او انا او على سطح الميه بتاعي، لازم له قوه البليت ده النهارده، يبقى انا دلوقتي عندي الشير ستريس، القوه اللازمه ديت الشير ستريس عباره عن ايه بقى؟ الفورس على الاريا، اللي هي الاريا اللي هي سطح البليت الموجود بالشكل ده كده. يبقى انا البليت بتاعي ده كده تمام، يبقى انا عندي الشير ستريس عباره عن القوه اللازمه لتحريك البليت اللي هي الفورس على الاريا اللي هي مساحه سطح البليت المعرض لسطح السائل هنا كده، تمام. طيب جينا لقينا ايه بقى؟ ان الشير فورس ديت برضو عباره عن ايه؟ اللي هي بتساوي الميو دي يو باي دي واي. هنا الميو ديت اللي هي ايه؟ ما تسمى باللزوجه. الدي يو اللي هي تغير في سرعه البليت من سطح الارض لحد ما وصل السرعه النهائيه، والدي واي اللي هي في السمك بتاعي اللي هو ارتفاع طبقه الزيت او طبقه المائع عندي هنا كده. طيب يبقى انا عندي الشير فورس اللي هي الفورس على اريا، لو انا هشتغل الجزء بتاعي اللي هو الميكانكس بتاعي، وبالنسبه للمائع عندي يبقى انا عندي هنا عباره عن ايه؟ الميو دي يو باي دي واي. طيب الميو اللي هي عباره عن ايه بقى؟ الابسوليوت فيسكوستي او ما تسمى الديناميك فيسكوستي، او برضو بيسموها ايه؟ الرمز فيسكوستي. طيب انا عندي هنا كده الميو اللي هي ابسوليوت فيسكوستي او دايناميك فيسكوستي او الفيسكوستي، الثلاثه دولت نفس المسمى بتاعي. طيب الشير فورس ديت وحدتها نيوتن على المتر مربع. طيب وهنا القانون بتاعنا بيقول الميو دي يو باي دي واي باي دي واي. الدي يو اللي هو عباره عن ايه؟ التغير اللي هو عباره عن يو 2 ناقص يو 1 اللي هو اليو اللي موجوده هنا على اليو موجوده هنا. طب اليو اللي موجوده تحت هنا ديت بالصدفه كانت بزيرو، يبقى هو التغير في فرق السرعات على التغير في المسافه اللي هي من فوق لتحت اللي هي الدلتا واي، تمام، اللي هي واي 2 ناقص واي 1 اللي هي السبيس ديت او الفراغ ده. طيب
عندي برضو في حاجة تانية بتأثر في الفسكوسي بتاع السائل بتاعي بالشكل ده كده. طبعا كل ما تغيرت درجة الحرارة كل ما قوة الترابط ما بين الجزيئات أو الربط ما بين الجزيئات كل ما تأثرت، فبالتالي اللزوجة بتاعي هتتغير بتغير درجة الحرارة. معايا شباب؟ يبقى أنا عندي الفسكوسي بتتأثر بالتمبريتشر بتاع الليكويد. طيب النيو هنا اليونتس بتاعتها عبارة عن نيوتن ثانية على المتر تربيع، او برضه كيلو جرام على المتر ثانيه. تمام. في عندي برضه وحده مختلفه للفيسكوستي اللي هي عباره عن ايه؟ كاينماتيك فيسكوستي. كاينماتيك فيسكوستي اللي هي النيو، اللي هي عباره عن ايه بقى؟ النيو على الرو. كاينماتيك فيسكوستي هنا بنسميها، لو هنيجي ننطق ديت اسمها كده نيو، وهنا ديت ننطقها نيو، يعني النطق بالميم وهنا بالنون نيو، وهنا النطق ميو. واضح يا شباب؟ النيو هنا عبارة عن الكثافة ميو على الرو، ان هي عبارة عن وحدتها عبارة عن ايه؟ متر تربيع على الثانية. واضح يا شباب؟ طيب نيجي ننقل برضو لجزء تاني كمان معانا، اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ ما يسمى بالسيرفيس تنشن او التوتر السطحي او الشد السطحي. تمام. سيرفيس تنشن، تمام، اللي هو ما يسمى بالرمز سيجما. ده الجزء ده عباره مرتبط بحاجه اسمها الكابيلاري افكت او الخاصيه الشعريه. تمام. لو انا عندي سائل أنبوبة موجودة في قلب سائل كده، هنبص نلاقي السائل بتاعي ارتفع عن السطح مسافة مقدارها إيه؟ اتش. تمام؟ والسائل بتاعي في الأنبوبة بقى بالشكل ده كده. تمام؟ عمل زاوية مقدارها، لو أنا هاجي أبص كده، الزاوية دي مقدارها سيتا. يعني أنا عندي الأنبوبة الجدار بتاعه والسائل ارتفع كده، دي مقدارها سيتا. تمام. إيه اللي خلى السائل ده ارتفع فوق؟ في قوة الشد بتاعي أو التوتر السطحي شدت السائل بتاعي بالشكل ده كده لفوق. تمام. نتيجة ما يسمى الخاصية الشعرية، ووزن الليكويد بتاعي بينزل لتحت. تمام. طيب السائل ارتفع لقيمة مقدارها اتش. طبعا علشان دي الوقت مش هنخش في الاثبات بتاع القانون بتاعنا، وهنعرف ايه قيمه الاتش بتاعي عباره عن ايه؟ 2 سيجما كوزاين سيتا على جاما في الار. الار اللي هو نص قطر الانبوبه بتاعتنا، او اللي هو هنا ايه؟ الراديوس. تمام؟ ماشي. والجاما طبعا احنا عارفين ان هي عباره عن الرو في الجي، والسيجما اللي هي هنا السيرفيس تنشن، والسيتا اللي هي الزاويه بتاعه ميل السائل بالنسبه لجدار الانبوبه.
طيب خلي بالك كده، انا عندي 1 2 3 4 5 مجاهيل. الجاما اللي هي طبعا الرو في الجي، تمام. يبقى انا عندي كثافه السائل نص قطر الانبوبه، كوزين سيتا اللي هي الزاويه، السيجما اللي هي السيرفس تنشن معايا، والاتش اللي هو ارتفاع السائل. طبعا لازم يكون عندي 4 من 5 مجاهيل ديت علشان نقدر ايه نجيب قيمه اي حاجه ناقصه موجوده في المعادله ديت. يبقى انا لازم لو انا عايز اجيب الاتش لازم يكون عندي السيرفس تنشن والزاويه وكثافه السائل ونص قطر الانبوبه بتاعتي. طبعا الارتفاع السائل هنا كل ما الراديوس قل كل ما الاتش زادت، وكل ما التوتر السطحي زاد كل ما الاتش زادت، وكل ما كوزاين سيتا زادت كل ما الاتش زادت، وكل ما كثافه السائل قلت كل ما الاتش زادت، تمام. بكده نكون خلصنا، قدرنا نكون خلصنا الجزء الاول سريعا عن الفلويد بروبرتيز. طبعا في تفاصيل كتيره بقى طبعا او مسائل صغيره سهله عن الفلويد بروبرتيز هنبص عليها مع بعض. طبعا في الجزء الاول برضو لازم نكون فاهمين اليونتس بتاعتنا، يعني احنا ما اتكلمناش فيها على اساس الناس فاهمه، هنراجعها سريعا في خلال ال5 دقائق ديت قبل انتهاء الفيديو الاول. لو انا طبعا احنا عارفين طبعا الفورس اللي هي عباره عن الكتله في العجله، الكتله وحدتها الكيلو جرام، في العجله اللي هي متر على الثانيه تربيع، تمام. يبقى الفورس كيلو جرام متر على الثانيه تربيع اللي هي ما تسمى بالرمز نيوتن. الام اللي هي نرمز لها بالرمز او اللي هي العباره عن الماس، تمام. الاي اللي هي الاكسلريشن، تمام. الماس وحدتها كيلو جرام، الاكسلريشن وحدتها كيلو جرام، اسف وحدتها متر على الثانيه تربيع، تمام. عندنا الوحدات الاساسيه طبعا ال اللي هي وحدتها بالميتر او اللي هي ما تسمى باللينث، تمام. لازم برضو تكون الوحدات كلها بالنسبه لك، التي اللي هو ما يسمى بالتايم اللي هي وحدته بالسكند او الاور او المينتس. طبعا كل الوحدات الاساسيه لازم حضرتك تكون عارفها، لان طبعا لو انت مش فاهم اليونتس بتاعك هتبقى فيه مشكله كبيره جدا وانت بتحل، او على الاقل خالص هتبقى ما انتش عارف انت شغال ازاي. وطبعا كل يونتس بترمز لخاصيه انت بتشتغل عندها. كده الجزء ده هننهيه ونبتدي جزء فيديو جديد على اساس نحل فيه، نشوف المسائل ونجاوب على الاستفسارات بتاعت حضراتكم. شكرا يا شباب.